يوسف. نعم. تعال هون شوف. لا انت حدا مصدق علي؟ ليه عمو نزار؟ ايه والله ظريفه، بس انت ما دخلت لقلبك، شو اعمل يعني؟ بعدين عدم المؤاخذه ما كان لازم تكشر بوشها وبوش ابوها. ها شو لازم كان اساوي؟ اضحك يعني؟ يا عمو انت رايح على بيتك انا حاصفه هون، يعني وشي بوش ابوها طول النهار، حيلومني الي مو لك. يلومك سيدي شو بصير يعني؟ يا ابن حارته وجاره من 30 سنه. ان شاء الله يكون من 50 سنه كمان، لكن انا اوعى بهالجوره هي مشان حضرته ما يزعل. بيني وبينك ابو نزار انت استعجلت، البنت حلوه كثير. يحلى وبرك، هي حلوه هي عصايه طقي ما في عليها كيلو لحم، وانت حضرتك ما بتعرف تنقيلي غير يا وحده برميل يا وحده مثل عصايه. لك يا بني ادم ما سمعت بشيء اسمه وسط، نقي وحده وسط وتكون كربوجه. ابي زمتي انه هي اللي ورجتنا اياها حولة. لا عمو ابن زار هذا ما بسموه حول، هذا بسموه حور. حور حول حور يا حوره، يعني ما بعرف انا فرق بين الحور والحول. وطي صوتك هلا الناس بتسمعنا. ذات الحق عليك انت يا عم يوسف. وانا شو دخلني؟ هو اللي عم يشوف لك مو انا. من اليوم رايح انا ما رح اشوف، امك اللي رح تشوف. وحضرتك انا مستغني عن خدماتك لبين ما تلاقي طلبي. معقوله تستغني عني يا ابو نزار؟ طبعا، لانه في شيء مهم وفي شيء اهم. هلا انا ما عدت الاهم؟ لا مو هيك قصدي، انا قصدي يعني مشان ما نتعبه ليوسف، منه انت بترتاحي بالشغل وبتقعدي مع اولاده ومع مرته. مثل ما بدك. ميكي خلصنا هلا، اذا زعلتي خلص بلاها، خلص انا ماني مستغني عنك ابدا، بس انت اذا بتلاقي لي مره ثانيه وحده مثل هاي بدي لبسك اياها. انا متزوج. واذا كان الشرع بيسمح لك تاخذ وحده ثانيه. عن اذنك شوي، لك يوسف تعال. لا انت ما بتفهم، ولك انا مليونير، لبن العصفور بقدر اجيبه ولذلك